بسم الله الرحمن الرحيم. بقالنا فترة طويلة كده بنسمع عن حاجة اسمها شهادات دولية. يعني ايه شهادة دولية؟ يعني شركة وصلت لمرحلة العالمية، تمام، لدرجة ان البرودكت بتاعتها، المنتجات بتاعتها بقت مسمعة على مستوى العالم. على سبيل المثال مايكروسوفت، اعتقد مفيش حد حتى في بيتنا الا لما يكون عنده على الاقل يا اما ويندوز نازل على اللاب، يا اما اي سوفت وير تبع مايكروسوفت، تمام. مثلا شركة زي سيسكو، سيسكو عندها البرودكتس بتاعتها الراوترز والسويتشز بتبيع على مستوى العالم. مثلا اي بي ام، السيرفرات بتاعت اي بي ام، الاماكن الكبيرة كلها شغالة سيرفرات اي بي ام. ايه تاني؟ مثلا اي شركة من الشركات الضخمة دي البرودكتس بتاعتها مسمعة على مستوى العالم، تمام. انتوا عندكم مثلا ايه سويتشز؟ اعتقد سيسكو، صح. طب انا دلوقتي عايزة اقدم في الشركة بتاعتكم، تمام، لازم اكون واحدة بكون بفهم على اجهزة سيسكو عشان لما اجي اشتغل على طول، مش تقعدوا تدوني تريننج بقى والكلام ده، تمام. طب انتوا دلوقتي هتعملوا اعلان مثلا عايزين ناس تعرف تشتغل على سيسكو، فسيسكو فكرت قالت ايه، او كل الشركات قالت هنعمل ايه، حاجه اسمها امتحان دولي. لو انا عديت الامتحان الدولي ده، مجرد ما انتوا تعملوا اعلان عايزين ناس بتفهم في سيسكو، ده كده اثبات ليكم ان انا واحده بعرف اشتغل على سيسكو، تمام. يبقى كلمه شهاده دوليه يعني ايه؟ الشركه صاحبه المنتج بتعمل امتحان على المنتجات بتاعتها عشان انا لما اروح اقدم في اي شركه بعد كده اثبت لهم ان انا واحده بعرف اشتغل على المنتجات دي، تمام. سيسكو مش بعيد عن الموضوع. سيسكو عندها الهرم بتاعها متكون من 5 ليفل. الشهادات بتاعتها مبنيه في هرم كده متكون من كام؟ 5 ليفل. هنتكلم دلوقتي عن 3 وفي اخر اليوم هنتكلم عن 2 تانيين باذن الله. الليفل الاولاني خالص اسوشيت كترجمه معناها مبتدئ، تمام. بتاخد فيه كورس اسمه سي سي اي حاجه ايه، سيسكو سيرتفايد اي حاجه اسوشيت. وبمناسبه سي سي اي حاجه ايه، عشان نبقى عارفين السيستم في الكلاس بتاعنا باذن الله، ممنوع الكلام في السياسه، ممنوع الكلام في الكورة، ممنوع الكلام في الدين. في البريك ممكن نقطع في بعض مش مشكلة، انما طول ما انا بشرح ممنوع الكلام في اي حاجة من الحاجات دي، تمام. ايه اي حاجة ايه دي بقى؟ ادوني بس 3 دقايق وهنفهم يعني ايه ان شاء الله، تمام. خلصنا الليفل بتاع الاسوشيت، بندخل في الليفل بتاع البروفيشنال. البروفيشنال وبناخد فيه كورس او شهاده اسمها سي سي اي حاجه بي، سيسكو سيرتفايد اي حاجه بروفيشنال. خلصناه، ندخل في الليفل بتاع الاكسبرت، خبير شبكات، وبتاخد فيه سي سي اي اي، او للدقه برضو سي سي اي حاجه اي، تمام. نمسك بقى ليفل ليفل. اسوشيت، اسوشيت لسه قايلين معناه ايه؟ مبتدئ شبكات. انت راجل لسه بتقول يا هادي في الشبكات، وده الكورس اللي احنا هناخده باذن الله. بس في حاجه، هتشوفوا كميه المعلومات اللي احنا هنطلع بيها في نهايه الكورس قد ايه، تمام، قد كده. وعشان كده ديني بقول من اولها، انا ان شاء الله مش هضطرك خالص ان انت تروح تدور ورايا في اي مصدر تاني، لا تقرا في كتاب ولا تسيرش على موقع ولا، بس مش بطلب منكم غير ان الكلمتين اللي انا هقولهم تذاكروه. هندي ديتيلز كتير تساعدك حتى بعد كده ان انت تدخل في الليفل بتاع البروفيشنال او حتى الليفل بتاع الاكسبرت بسهوله جدا، بس اللي انا اشرحه او اللي انا اقوله يتذكر، تمام. لو ذاكرته في نفس اليوم تراست مي هتبقى ممتاز، لو اجلته لتاني يوم او تالت يوم او رابع يوم ولا كاني قلت حاجه، هتيجي تبص له بعد كده ولا كاني قلت حاجه، اتفقنا؟ طيب خلصنا الليفل بتاع الاسوشيت، بتدخل في الليفل بتاع البروفيشنال، تمام. انت كده راجل ايه؟ بروفيشنال في الشبكات. خلصت وتدخل في الليفل بتاع الاكسبرت، خبير شبكات. عشان تدخل في الليفل بتاع البروفيشنال ماست الاول تعدي على الليفل بتاع ايه؟ واقصد تعدي عليك شهاده دوليه، يكون معاك شهاده دوليه في الاسوشيت عشان تقدر تمتحن البروفيشنال. او للدقه، اصل انت هتدفع فلوس مقابل الامتحان، تمام. عشان تدخل في البروفيشنال مش هيقول لك لا ما تدفعش فلوس، ادفع وامتحن. لكن لما تيجي تطلب شهادتك يقول لك لا انا عايز الاول الشهاده بتاعت مين؟ ليفل الاسوشيت عشان اسلمك الشهاده بتاعت البروفيشنال، تمام. انما الاكسبرت مش شرط، ممكن ان انت تدخل الامتحان الدولي بتاع الاكسبرت دايركت على طول، تمام. الاكسبرت امتحانين دوليين مش واحد بس، واحد موجود في مصر وده اساسا يعني سعره ايام ما انا امتحنته كان ب 2200، تمام، يعني دلوقتي عامله في حدود 8 9000، تمام. امتحان اللاب لا، ده اللي معدي بقى،
هو ثمنه بالظبط $1,600. تمام، بتمتحن في اماكن معينه، 10 اماكن على مستوى العالم. اقرب مكان لنا هنا مثلا في مصر هو دبي. تمام، التكلفه بالسفر بالكلام ده كله اساسا ممكن تلاقي نفسك دخلك مثلا في 60-70 ألف. بس يعني ما تقلقوش لسبب، على ما توصل للليفل بتاع الاكسبرت اخر حاجه ساعتها هتكون بتفكر فيها الفلوس. فدي ساعتها هتلاقيها لا يعني مش هي العنصر الرئيسي بالنسبه لك. ساعتها لما توصل للمرحله دي ان شاء الله هيكون فعلا العائق الرئيسي بالنسبه لك هو الوقت، مش لاحق، مش لاحق حتى تنام. تمام، قلنا تاني الاكسبرت امتحانين دوليين، واحد نظري ده موجود في مصر، التاني عملي. تمام، موجود زي ما اتفقنا في اماكن معينه على مستوى العالم، في دبي، في للهند. لو عايزين نصيحتي بلاش الهند، هو ناس كتير بتسافر الهند لانه هناك يعتبر ارخص فرق العمله وكده. تمام، بس سمعه الهند في الحته دي لا مش كويسه، وعشان كده اي حد بيبقى سيرتيفايد سي سي او اي من الهند لا يتحط جنبيه كده كذا علامه استفهام. للاسف في ناس هنود يعني حتى الطلبه بتوعي نفسهم اتعرض عليهم العروض دي، هندي ياخد منك $100 ويمتحن لك هو امتحان اللاب ويديك الشهاده. تمام، امتحان اللاب بيبقى امتحان عملي 8 ساعات وللدقه ساعتين الاول ترابل شوت، بيديك شويه مشاكل كده تحلها، وبعد كده نص ساعه بريك، وبعد كده 5 ساعات ونص مطلوب منك بقى ايه كونفيجريشن تقولها كده للدقه. تمام، اي حد السي سي اي اي لا ليه وزنه، السالري بتاعه المفروض انه بيعدي. تمام، في اماكن دلوقتي في دبي بقت عادي جدا ان هي مثلا بتطلب انا عايز واحد يكون شغال معانا في الشركه 2 CCIE 3 CCIE 3 شهادات CCIE في تراكات مختلفه. هنعرف يعني ايه دلوقتي تراكات مختلفه ان شاء الله. تمام، لو امتحنت النظري لازم في خلال اصلا سنه ونص تمتحن اللاب، لو عدى السنه ونص لا مش هينفع تدخل اللاب الا لما تمتحن النظري كده. up to this point اي اسئله؟ طيب احنا هنا قلنا سيسي اي حاجه ايه، يعني ايه اي حاجه؟ لو دخلنا دلوقتي كده على موقع سيسكو، سيسكو.com، لو دخلت هنا دلوقتي على كارير سيرتيفيكيشنز عشان اعرف ايه هي الشهادات اللي سيسكو بتقدمها، هلاقي عندي الشهادات بتاعه سيسكو متقسمه عندي الهرم متكون من قد ايه؟ 5 ليفل، ادي 1 2 3 4 5. احنا اتكلمنا دلوقتي عن كام ليفل؟ 3 صح؟ نبدا من اول الاسوشيت وبعد كده نفهم ايه الليفل الاولاني والاخراني ده. في ليفل مثلا الاسوشيت اول تراك هنتكلم عنه الراوتنج اسويتشنج، لان هو ده الكورس بتاعنا باذن الله. لو انت واحد انترستد ان انت تدرس ازاي تتعامل مع الراوترز بتاعت سيسكو مع السويتشز بتاعت سيسكو، بحيث بعد كده لما تروح اي شركه تقدم فيها تقول لهم انا واحد بعرف اشتغل على الديفايسز بتاعت سيسكو. تمام، فبتاخد ايه التراك بتاع راوتنج سويتشنج في المجال بتاع او في الليفل بتاع الاسوشيت، بتاخد سي سي ان اي في مجال راوتنج سويتشنج. في الليفل بتاع البروفيشنال بتاخد سي سي ان بي راوتنج سويتشنج. في الاكسبرت بتاخد سي سي ان اي في مجال راوتنج سويتشنج. تمام، طب لو انت دلوقتي انترستد ان انت تدرس في مجال الكلاود، دردشه كده مع بعض، حد فيكم يعرف اي معلومه عن التكنولوجي كلاودنج؟ هي البيانات اللي انا برفعها على الانترنت حاجه زي الاي كلاود والحوار ده. تمام، ها حد يعرف اللي هو الدرايف بتاع جوجل؟ تمام، الدرايف بتاع جوجل. طيب كلمه كلاود كترجمه معناها ايه؟ سحابه. في لغه الشبكات كلاود دي معناها الشبكه اللي انا معرفش ايه اللي بيتم فيها، الشبكه اللي انا معرفش ايه اللي بيتم فيها، اللي هو انا دلوقتي موجوده هنا في الشركه اعرف ايه اللي بيحصل في الانترنت؟ لا. كلاودنج معناه ان الداتا بتاعتي بدل ما تبقى موجوده اون بريمسز، بدل ما تبقى موجوده اون بريمسز يعني موجوده عندي في الشركه بتاعتي، لا تبقى موجوده فين؟ على الكلاود، على الانترنت. مش شرط الداتا، السيرفرات تبقى برضو موجوده فين؟ على الانترنت. بمعنى ناخد شويه اكزامبل كده، جسر دلوقتي بيقول لنا زي جوجل كلاود او جوجل درايف. احور جوجل درايف، اكيد كلنا عندنا اكونتات على الميديا فاير، على الفورشيرد، اي موقع من مواقع الابلود دي. الداتا بتاعتي بدل ما تبقى موجوده عندي انا بعمل لها ابلود، تترفع على ايه؟ هو ميديا فاير على سبيل المثال ده عباره عن ايه؟ هاردات، شركه
عندها مساحات تخزينيه بمساحات كبيره بتديني اساسا جزء من المساحه التخزينيه بتاعتها للدقه، بيدوني 50 جيجا فور فري. لو انا احتجت بعد كده مساحه ازيد بضطر ان انا ادفع سعرها، تمام؟ فالداتا بتاعتي هتبقى مش موجوده عندي، الداتا موجوده فين؟ على الكلاود، تمام؟ اشهر شركتين في الموضوع بتاع الكلاودنج دلوقتي، طبعا في شركات كتير بس اشهرهم امازون ومايكروسوفت، دول اللي دايسين قوي قوي في حته الكلاودنج، خصوصا في الجزئيه بتاعه الاستورج. واللي اقوى فعلا في الحته بتاعه الاستورج امازون، اقوى حتى من جوجل، تمام؟ ده اكزامبل. مش بس كده، زي ما قلت لكم مش شرط ان الداتا بس هي اللي تبقى موجوده عندي، امال ايه تاني ممكن يكون دلوقتي مرفوع على الانترنت؟ السيرفيسز ذات نفسها. اديكم اكزامبل، احنا هنا كشركه المفروض يبقى عندنا كشركه كويسه يعني ومحترمه، المفروض يبقى عندها ميل سيرفر. في شركات لو انا حبيت اتعامل معاها وترفض تتعامل معايا، لو انا مثلا بكونكت معاهم بعبير اتياهو، عبير ات فيسبوك، مفيش حاجه اسمها كده. فكان لازم يبقى عندنا ميل سيرفر خاص بينا. فاحنا فعلا عندنا الميل سيرفر هنا في الشركه بتاعتنا، والاكونت بتاعي الايميل بتاعي عليه عبير @tshirts-solutions.com، تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ يكون قدامي حل من الاثنين. حل فيهم ان انا اجيب جهاز كمبيوتر بامكانيات عاليه، مش جيجا رام ولا 2 جيجا رام، ده بالميت خالص 8 جيجا رام بالميت، يا ريت يكون 16 جيجا رام. انا مقومه اكستشينج عندي هناك في الفرع بتاع الزقازيق على 18 جيجا رام، بس بصراحه مش مببلشاه بره، انا عاملاه حاجه تعليميه بشر عليه، تمام؟ جهاز يكون الهاردوير بتاعه حاجه كده كويسه قوي. التكلفه عاليه، صح؟ هضطر بعد كده مثلا اشتري ويندوز سيرفر، هو ممكن تعمل على ويندوز وممكن تعمل على لينكس، هفترض ان انا شغال على ويندوز، تمام؟ هضطر ان انا اشتري فيرجن من الويندوز اسمه ويندوز سيرفر، انا كده بتكلم في 2000 3000 دولار زياده فوق ثمن المكنه، ثمن السيرفر، تمام؟ هضطر بعد كده اشتري سوفت وير يحول لي الجهاز ده لميل سيرفر، زي مين؟ اكستشينج، ده تبع مايكروسوفت. انا كده دخلت في كمان مثلا في 2000 3000 دولار كمان. التكلفة عمالة تزيد مني قوي. هفترض ان التكلفة قدرت ان انا اهندلها واظبطها. في دلوقتي بعض العواقب بالنسبة لي، العقبات قدامي انا كسمول بيزنس مش هقدر ان انا اظبطها. زي ايه؟ الميل سيرفر ينفع يتفي؟ ينفع وانا قاعدة دلوقتي حد يجي يبعت لي ايميل او انا ابعت ايميل لحد اقول له معلش الله يكرمك اصل الميل سيرفر يعني طفيناه شوية بنريحه او الكهرباء قطعت؟ ما ينفعش، تمام؟ فالمفروض ساعتها ان احنا هنجيب له جهاز اسمه يو بي اس، اليو بي اس ده بيمده بالكهرباء لغايه ما الكهرباء ترجع تاني لو قطعت، تمام؟ المفروض ان هو هيفضل شغال للنهار، الاجهزه دي بتولد حراره، فطالما بتولد حراره المفروض ان درجه الحراره تكون موجوده في مكان صغير بقدر الامكان، ودرجه الحراره بتاعته قليله قوي، يعني مثلا اوضه زي الميتنج روم كده صغيره، تمام؟ فيها تكييفين ثلاثة بالحجم ده، وفيها تكييفين ثلاثة وكلهم شغالين على درجة حرارة 16، في النهاية يدوك كتوتال درجة حرارة مثلا 3-4 درجة مئوية. ليه؟ الأجهزة دي لازم تكون في درجة حرارة قليلة جدا عشان تقدر تستحمل. أديكم معلومة كده فور فن، كان في مجلة أمريكية عملت مسابقة عشان يشوفوا أكتر راوتر سيسكو قايم ليل نهار من غير ستارت. تخيلوا لقوا راوتر بقاله قد إيه؟ ادوني رقم. 9 سنين، 9 سنين من غير ستارت. واحد من الطلبة بتوعي هو شغال في اورنج فرنسا، تمام؟ اخد سكرين شوت من راوتر عندهم وبعت لي السكرين شوت اصلا على الفيس، الراوتر اساسا شغال بقاله 13 سنة من غير ستارت، تمام؟ في سيرفرات لينكس قايمة بالخمس ست سنين من غير ستارت. تخيل بقى الانفايرومنت اللي حواليا شكلها عامل ازاي عشان مثلا الاجهزه دي والسيرفرات دي تفضل قايمه بالمنظر ده. ينفع انتوا تصحوا الصبح يقول لك معلش الفيسبوك واقع شويه علشان بس يعني هنج او كانت الجو حر فطفيناه يهدى شويه؟ ما ينفعش. في انواع من البيزنس الدنيا لو وقعت دقيقه واحده حرفيا الشركه دي هتخسر ملايين، غير طبعا التراست، غير الفضيحه. الواتس لما كان وقع فتره كده، وفتره ايه تعتبر لينا احنا هنا كمصريين حاجه تافهه، بس كانت فضيحه، تمام؟ فلازم الانفايرومنت اللي حواليا اظبطها بطريقه ان الاجهزه دي تفضل شغاله للنهار. انا كسمول بيزنس لا، صعب عليا بصراحه، صعب عليا ان انا افضل مشغله تكييفين ثلاثه في مكان صغير ومش عارفه ايه، والقصه دي كلها صعب عليا، تمام؟ علشان كده انا قررت ان انا استخدم خدمه كلاودنج.
كلاودنج يعني ايه؟ يعني الميل سيرفر ما بقاش عندنا. في الاول كنا مبلشينه عند تي اي داتا، حطينه عند تي اي داتا، وبعد كده عشان تهليسات وحركات كده ببلشناه بره في امريكا. تمام؟ يعني ايه؟ يعني الميل سيرفر مش هنا، الميل سيرفر بره عندهم في مكان بنسميه داتا سنتر. في مكان بنسميه ايه؟ داتا سنتر، هنتكلم عنه النهارده باذن الله. تمام؟ طب ازاي وانا قاعده هنا اكنترول؟ ما هو ده الميل سيرفر بتاعي انا في الاول وفي الاخر، عايز اعمل ليا ميل بوكس وعايز اعمل لاحمد شريكي ميل بوكس. تمام؟ اعمل الكلام ده ازاي؟ هما مديني كنترول بانل، يعني بفتح البراوزر اكتب يو ار ال معين كده بدخل عليه واكتب اليوزر نيم والباسورد اللي انا طبعا غيرتهم كسكيورتي اول ما ادوهم ليا. تمام؟ وكريت اكونت ليا وكريت اكونت لاحمد وكريت اكونت للسكرتيره واظبط كوتا مساحه تخزينيه لكل واحد، وانا قاعده في مكاني مقابل قد ايه؟ تقريبا الليله كلها بتتكلف في حدود 600 700 جنيه في السنه. اوفر بكتير جدا ولا لا؟ ده برضو من ضمن خدمات الشبكات او خدمات اسفه الكلاودنج. تمام؟ لو قعدنا نتكلم عن خدمات الكلاودنج من هنا لغايه بكره الصبح مش هنوفيها حقها. العالم كل يوم والتاني حرفيا بيتجه اكتر لتكنولوجي كلاودنج. تمام؟ اديكم اكزامبل تاني. انتوا دلوقتي عايزين تشتغلوا على راوترز وسويتشز، زي ما قلت لكم احنا هنشتغل ايه؟ شويه هنشتغل على راوترز حقيقيه وشويه هنشتغل على برامج ايميوليشن عشان حتى اعلمكم تقعدوا تشتغلوا زي في البيت. تمام؟ لكن في بعض الشركات زي شركه اي ان اي، تمام؟ لو دخلتوا على الموقع بتاعها بتأجر لكم راك، بتأجر لكم اساسا راوترز وسويتشز بس بفلوس، وبتدفع ثمن بقى، بتدفع بالكريدت كارد نمبر بتاعك، عايز تحجزه لمده ساعه ولا ساعتين تذاكر. الراوترز والسويتشز مش عندك، ده موجود عندهم في الداتا سنتر بتاعتهم، يعني اوفر كلاود، وانت بتكونكت عليها وانت قاعد في مكانك وتذاكر وانت قاعد في مكانك. تمام؟ في هنا موقع في مصر بتاع باشمهندس عبد العزيز، ريل سيسكو لاب، مش فاكره لاب ولا لابس، دوت كوم. تمام؟ هو عامل حاجه شبه اي ان اي كده بس حاجه سامبل يعني. تمام؟ وعاملها لكم اساسا فور فري، بتدخل تكريت اكونت اساسا فور فري. ايوه تاني بنتكلم عن ريل سيسكو لابس. تمام؟ تدخل عليه وتعمل اكونت عليه فور فري وتذاكر وانت قاعد في بيتك. تمام؟ طبعا عدد راوترز اقل وسويتشز اقل بس برضه حاجه كويسه، وليك عدد ساعات طبعا ليميتد 3 ساعات في المره بس حاجه كويسه برضه. تمام؟ الناس بتوع مايكروسوفت عندكم اكتف دايركتوري؟ اه صح. طب ايه رايك لو انا حطيت لك الاكتف دايركتوري عند موقع مايكروسوفت؟ هو احسن، هو بصراحه واحسن لينا كمان، هيريحك بالظبط. بس واليوزر بعد قبل كده سالته عن موضوع اقل سكيورتي لما بترفع على الكلاود. طيب حاضر، هكلم لك على حته السكيورتي. حاضر. تمام. الميل سيرفر عندكم بدل ما يبقى عندكم ممكن ترفعوه على اوفيس 365 بتاع مايكروسوفت. بالظبط. تمام. الفكره دلوقتي ان الداتا السيرفيسز كل شغل يبقى موجود فين؟ على الكلاود. دلوقتي ثروت بيقول طب والسكيورتي؟ بص يا جماعه، انا دلوقتي يا ثروت وانا بكلمك دلوقتي حالا انا مش ضامنه السكيورتي ليا، بعديها بدقيقه ممكن اكون سكيورت، بعديها بدقيقه كمان ممكن اكون مش سكيورت. مفيش حد يضمن حته السكيورتي. انت مقلق دلوقتي ان الداتا بتاعتك تكون بره، وخصوصا وهي بتتنقل، انت بتتنقل اوفر انترنت، ممكن اي حد يلقطها. صح؟ في شركات تقول لك انا هضمن لك السكيورتي. كنا بنتكلم في ايه؟ الداتا بتاعتي والسيرفرز بتاعتي بدل ما تبقى عندي هتبقى موجوده فين؟ على الكلاود. انا مش ضامنه السكيورتي. في شركات تقول لك لا انا هضمن لك السكيورتي. امازون تقول لك لا 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 انا هضمن لك السكيورتي. مايكروسوفت تقول لك لا هضمن لك السكيورتي. هما بيقولوا كده. انا تراستد؟ لا، مفيش حاجه تراستد في العالم. جوجل لما كانت طلعت وقعدت تقول لا يا جماعه احنا مش بنعمل، مش بنشغل المايك بتاع اللابتوب ولا بنستنط على الناس ولا مش عارفه ايه، كان في واحد عمل تجربه كده ورفعها اصلا على اليوتيوب في فيديو، مسك ورقه وكتب عليها دوج تويز، الالعاب بتاعه الدوج. تمام؟ وقال يا جماعه شايفين الكلمه دي، انا هفتح دلوقتي كذا موقع هيظهر حاجات اعلانيه، مواقع اعلانيه. تمام؟ فتحها حاجات اعلانيه مختلفه، فبعد كده قفل البراوزرز كلها وجاب كلمه سير الدوج تويز كذا مره وهو قفل البراوزرز، وبعد كده فتح البراوزرز تاني جوجل فعلا مفيش موقع فتحه الا لما كانت حاطه له اعلانات على الدوج تويز، رغم ان هي قالت انكرت وقالت لا ما بنعملش كده. فيسبوك بيفتح الموبايل وبيفتح الكاميرا. انا في مكان مش سكيورت، العالم كله نوت سكيورت. تمام؟
انت بقى مقلق من السكيورتي، ما تخليش سيرفراتك بره، حطها اون بريمسز، حطها عندك، بس كل حاجه وليها ثمنها. تمام. انا كسمول بيزنس، هو انا واثقه قوي ان هم ما بيقروش ايميلاتي، بس انا سمول بيزنس في الاول وفي الاخر، هيعملوا بيها ايه؟ ده ثلاث ارباع الناس بتقعد تسال طلبات، هيعملوا بيها ايه؟ تمام. لكن لو انا لارج بيزنس، ده انا اعمل داتا سنتر عندي، ده انا اشير السيرفرات عندي. واضحه؟ تمام. لو انت انترستد دلوقتي في مجال الكلاودنج، بتدرس في المجال بتاع الاسوشيت سي سي ان اي كلاود، الشهاده دي لسه نازله قريب، سي سي ان دي كلاود، مفيش في مجال الاكسبرت. طبعا يعني كل ما بدخل على موقع سيسكو ممكن الاقي حاجه متغيره، كل يوم والتاني بيحطوا شهادات وحاجات ابديتد باستمرار. تمام. ده في مجال الكلاودنج. ندخل بعد كده في مجال الكولابوريشن. ايه حوار الكولابوريشن ده بقى؟ من حوالي تقريبا 10 سنين سيسكو عملت نظام سيرفي، استطلاع راي كده على كل الشركات، لقوا ان تقريبا كل الشركات على مستوى العالم انترستد في ثلاث مجالات: مجال الوايرلس، مجال السكيورتي، مجال الفويس اوفر اي بي. نمسك بقى واحده واحده. ايه المجال بتاع الوايرلس ده؟ الداتا ازاي تتنقل في الهواء. مجال الوايرلس او تكنولوجي الوايرلس من كام سنه كانت فعلا تكنولوجيا مكلفه جدا. دلوقتي مفيش حد فينا الا لما يكون في ايده واي فاي، مفيش حد فينا في بيته الا لما يكون في واي فاي. تمام. زي اي تكنولوجي بتبدا غاليه وبعد كده بترخص. يعني انا فاكره كويس قوي كان كروت الايثرنت، كلمه ايثرنت يعني الكروت اللي هي بالكابل العادي ده. تمام. كروت الايثرنت تقريبا كانت في رينج من 15 ل 30 جنيه، قصادها كارت الواي فاي كان بيوصل ل 170 و 180 جنيه، فالفرق لا عالي. تمام. ورغم ان التكلفه دي كانت عاليه جدا، الا ان في بعض الشركات كان غصب عنها لازم تشتغل وايرلس، مش حاجه فور فان زينا دلوقتي كده. ليه؟ عندك مثلا شركه بترول ليها فرع في الصحراء، هيكونكتوا الفروع دي ازاي ببعض؟ صح؟ فغصب عني كان لازم تشتغل تكنولوجيا واي فاي. بعد كده التكنولوجيا دي زي ما اتفقنا بدات تنتشر اكتر واكتر. تمام. وعلشان كده سيسكو فردت لها هرم لوحده، مفيش شركة دلوقتي لا كبيرة ولا صغيرة الا لما يكون فيها واي فاي. وعشان كده زي ما اتفقنا سيسكو عملت لها هرم. لو انت انترستد ان انت تدرس مجال الوايرلس، بتاخد الاول سي سي ان اي وايرلس، بعد كده سي سي ان بي وايرلس، بعد كده سي سي اي في مجال الوايرلس. تمام. سيبوكم من الليفل الاولاني ده. تمام. طيب عشان اعلمك السي سي ان اي وايرلس، ينفع ان انا اعلمك ازاي تمبلمنت الوايرلس على راوتر سيسكو مثلا وانت اصلا مش عارف تشتغل على راوتر سيسكو؟ لا. علشان كده لا، البريرفيزس دايما الاساس بتاعنا هو الكورس بتاعنا اللي هو سي سي اي راوتنج سويتشنج. اتعلم ازاي تشتغل على الراوتر، اتعلم ازاي تشتغل على سويتش قبل ما تفكر تعمل عليه سكيورتي او وايرلس او فويس او وات ايفر. واضحه؟ وعشان كده قلت لكم الكورس بتاعنا ده الاساس اللي هيتبني عليه بعد كده اي حاجه تتخيلها. تمام. ده في مجال الوايرلس. انا ضامنه السكيورتي يا ثروت؟ لا خالص. ده انا كنت عايزه ادخل الامتحانات الدوليه هنا قبل كده، لما دخلت على الموقع اللي عن طريقه بدخل الامتحانات الدوليه، اول تحذير في الموقع ممنوع اساسا لا بالامتحانات يكون في واي فاي. ليه؟ هو الداتا في الواي فاي بتتنقل فين؟ في الهواء. الهواء بتاع مين؟ بتاع كل الناس. صح. وعلشان كده الهاكينج على الوايرلس اسهل بكتير. صح. اكيد كلكم قبل كده سرقتوا واي فاي. ايه؟ اكيد. طيب الفيديو ده ما يتبعتش في اي حته، ماشي. فالمهم تاني، عشان كده زي ما اتفقنا كابلات الايثرنت، عشان ان انت تقدر تاكسس كارت ايثرنت لازم يبقى لك اكسس على السلك، لكن الواي فاي اتفقنا الداتا ايه؟ ماشيه في الهواء. خصوصا ان اغلب الراوترز دلوقتي في السوق المصري عليها الثغره بتاعت ال WBS enabled، والناس كلها بتخترق عن طريق الثغره بتاعت ال WBS. تمام. سيسكو زي ما اتفقنا فردت لها هرم سي سي وايرلس، ان بي وايرلس، اي اي في مجال الوايرلس. ايه تاني الشركات كانت مهتميه بيه؟ السكيورتي. ايه الحوار بتاع السكيورتي؟ ازاي احمي الداتا بتاعتي؟ وتراك السكيورتي بالذات انا بنصحكم بيه، لان تراك السكيورتي تقريبا الوحيد فيهم اللي ما بيموتش. اي تراك من دول بيجي له وقت خلاص السوق اتشبع بالمهندسين في المجال ده، انما السكيورتي لا. ليه؟
زي ما احنا كسكيورتي بنشتغل، الاتاكرز كل يوم والتاني بيعملوا انواع من الاتاكس جديده احنا مش ملحقين عليهم، وبالتالي كل يوم والتاني في اجيال جديده اساسا من الاجهزه اللي بتحميلي بتظهر، فمحتاجين نعلم الناس على او محتاجين انجينيرز تعرف تشتغل على الديفايسز دي. تمام. مؤتمر سيسكو اللي من كام يوم ده كانوا لسه بيقولوا لنا فيه ان السنه اللي فاتت دي العالم كان محتاج 2 مليون مهندس سكيورتي مش لاقيينهم، عندنا عجز في مهندسين السكيورتي 2 مليون مهندس. تمام. طيب لو انت انترستد ان انت تشتغل في مجال الوايرلس بتدرس ايه؟ سي سي ان اي وايرلس اسف سكيورتي سي سي ان اي سكيورتي سي سي ان بي سكيورتي سي سي او اي في مجال السكيورتي. تمام. في احصائيه بتقول ان تقريبا من 60 ل 80% دلوقتي من الاتاك اللي بيحصل في الشبكه بتاعتي بقى بيحصل من جوه اللين مش من بره من اللين، بيحصل منين؟ من جوه في اللين. ليه؟ اسامه هيخصم لهيثم لصمت. هتعمل فيه قبل ما تمشي؟ هتعمل فيه قبل ما تمشي؟ هاكينج على السيرفرات بالظبط. تمام. خصوصا دلوقتي اصلا ان الراجل اللي شغال معانا جوه الليل ده هو ادرى واحد بخبايا الشركه، ادرى واحد اصلا بالخبايا بتاعه الشركه اللي بتحصل عندي. اي بي سي سكيورتي بيقول ان بقدر الامكان عايزه ان انا اخفي كل حاجه عن الشركه بتاعتي، ما هو الموظف اللي عندنا عارف خبايا، عارف ايه هي رينج الاوبريتنج سيستمز، عارف ايه انواع السيرفرات، عارف ايه هي رينج الاي بيهات اللي انا شغاله بيها. تخيلوا ان اكتر مكان الاتاكر، طبعا انا عايز اعمل اتاك على سيستم معين، اول حاجه بتخطر دايما في بالي ان انا اجمع معلومات. تخيلوا لقوا ان اكتر مكان ان الاتاكر بيجمع منه معلومات ايه هو؟ الباسكت بتاعت الزباله، الباسكت العاديه بتاعت الزباله دي. ليه؟ في ادمنز كتيره جدا بيغلطوا غلطه، ركزوا فيها بقى. تمام. يكون وهو قاعد كده بيكتب بيانات على اسقوصه ورق صغيره، يكتب رينج اي دي، يكتب نوع سيرفر، يكتب مش عارفه ايه، وبعد كده الورقه دي ايه في الباسكت دي. الاصائص دي مهمه جدا، هجمع منها معلومات عن الشركه دي كتير قوي. وعشان كده في بعض المصانع في العاشر عندها نظام فرم الورق، مفيش حاجه اسمها ورقه تترمي. تمام. في المؤتمر بتاع الصبح اللي في التجمع ده كنت لسه بكلمهم النهارده في السكيورتي. تمام. لان زي ما اتفقنا السكيورتي مهم جدا. اديكم اكزامبل مثلا عن وصلنا ايه دلوقتي للسكيورتي. في الفاير وولز اللي موجوده دلوقتي الجديده كلها بنسميها نيكست جينيريشن فاير وول. بمعنى ايه؟ طبعا مهندس السكيورتي هو اكتر شخصيه في الشركه بتبقى مكروهه، بيقفل ميه وهواء عن الناس. ما هقول لك على حاجه، انت لو سبت الموظفين كل واحد يشتغل على مزاجه مش حوار، ما حدش هيشتغل، هيبهدلوك انت. اللي يحط فلاشه متفيروسه، اللي طول ما هو قاعد داخل على اليوتيوب يتفرج على افلام وبالتالي سحب السرعه كلها، اللي مش عارفه هيعمل لك ايه، اللي بيسطب برامج هيكنج يرخم على زمايله. انت المفروض كل ده تحمي نفسك منه. تمام. بس في نفس الوقت السكيورتي الصح مش ان انت تقفل كل حاجه، السكيورتي الصح ان انت تميت البيزنس ريكويرمنت، شوف البيزنس عندك محتاج ايه وتفتحه لهم. تمام. الناس بدات تتخنق، عايزين الفيس، عايزين اليوتيوب. طب ما انت هتقفل الكلام ده، مش انتوا قافلينه عندكم؟ اه بالبورتوجيز. تمام. هيبداوا يرخموا وهيبداوا يطلبوا طلبات، صح؟ طب حاضر، انا هفتح لكم الفيسبوك بس عن طريق الفاير وولز الجديده اللي نازله، منها الفورتي جيت بالمناسبه، منها الفاير باور بتاع سيسكو، منها البالو التو، منها السوفوس نيكست جنريشن سوفوس، بيتعامل مع الموقع كانه كذا ابلكيشن. بمعنى هسمح لهم يدخلوا على الفيسبوك يلايك يكومنت، لا تمام يلايك ويكومنت، لكن لو جه شغل فيديو يفضل يلف ستريمينج وما يحملش. عايز تدخل على اليوتيوب؟ حاضر والله حاضر هدخلكم، طالما انتوا عاملين عليا بقى مظاهره كده هدخلكم. هتدخل على اليوتيوب الموقع هيحمل، تيجي تشغل اي فيديو ستريمنج كده عمال يلف وما يدخلش، تيجي تكلمني انا مالي ده تلاقي واحد فيكم صاحب السرعه، انا مالي، اطلع منها خليك صايع برضه، اطلع منها. تمام. طب اديكم نصيحه بقى، ساعات في بعض الاحيان السيرفر بتقع، السيرفر وقع حصل مشكله وتلاقي كل عمال يصوصو لك بقى مش عارف اكونكت مش عارف مين، افتح لهم الفيس خليهم يتلهوا شويه، صح؟ خليك ذكي. تمام. على ما يخلص بقى الهيمهم شويه، على ما تصلح المشاكل اللي عندك وارجع وقف عليهم ميه وهوا. تمام. كنت معانا ولا ايه؟ انتوا بتعملوا كده عندكم؟ اه طبعا. تمام.
فلو انت انترستد دلوقتي ان انت تدرس مجال السكيورتي اتفقنا تاخد سي اس ان ايه بتاعتنا، بعد كده سي اس ان ايه سكيورتي، بعد كده سي اس ان بي سكيورتي، بعد كده سي اس ان ايه في مجال السكيورتي. في كورس السي اس ان ايه سكيورتي في شويه مصطلحات هنقابلها، دوس دي دوس اوثنتيكيشن اوثرايزيشن مش عارفه ايه، في مصطلحات هنقابلها كده كده بتتشرح. الناس اللي هيكملوا فيكم سكيورتي باذن الله بنشرح الكلام ده كله. بس سيسكو قامت عامله تراك كده اسمه سايبر سكيورتي اوبريشن، سايبر سكيورتي اوبريشن. التراك ده بقى هو خدوا بالكم هو في ليفل الاسوشيت بس، هو كورس نظري صرف بتتعلم فيه الاساسيات دي كلها والمصطلحات ويعني ايه اوثنتيكيشن ويعني ايه اتاك ويعني ايه ماليشس ويعني ايه كود والقصه دي، عشان لما تيجي تدخل بعد كده في السي سي سكيورتي انت فاهم الليله دي عباره عن تمام. وكده كده مش مهم ان انت تاخدوه لان في الان اي سكيورتي بتدرسوا الكلام ده كله مفيش قلق يعني تمام. بس يعني اقصد شوفوا سيسكو مهتميه قد ايه بالسكيورتي، كل الشركات دلوقتي مهتميه بالسكيورتي خصوصا كمان من بعد الضربه الاخرانيه بتاعت الوانا كراي. ضربت وانا كراي حته ضربه محترمه اضحك عليك. اه طبعا تمام، بس ربنا سترها معاكوا يعني. اه والله احلى حاجه في الشغلانه بتاعتي دي ان مفيش شركه الا لما اكون عارفه ايه اللي حصل فيها، طلبه بتوعي رشاقين في كل حته تمام. طيب ده في مجال السكيورتي والسايبر سكيورتي تمام. لو انت دلوقتي عايز تدخل في المجال اللي بعديه اللي هو الفويس، ايه حوار الفويس ده بقى؟ احنا هنا سمول بيزنس، الشركه بتاعتي في يوم من الايام بدات تكبر تمام، ف بدل ما كل ما احتاج طلب من السكرتيره اطلع لها او ارن عليها او عندها او الكلام ده، فممكن ان انا اعمل نظام هنا في الشركه اسمه سنترال داخلي، اكيد تسمعوا عنه، بنسميه بي بي اكس. السنترال الداخلي ده التليفونات بتاعتي بتبقى متوصله عليه تمام، وساعتها اي يوزر عايز يكلم يوزر تاني برفع السماعه واتصل بحاجه اسمها الرقم الداخلي واقعد اتكلم معاها. هدفع مليم لان احنا بنتصل ببعض عن طريق السنترال الداخلي ده في الفرع بتاع المعادي تمام. طب وفي الفرع التاني بتاع الزقازيق نفس الكلام، هعمل هناك مثلا بي بي اكس تمام، ونفس الكلام التليفونات بتاعتي بتبقى متوصله بالبي بي اكس برضو، اي يوزر هنا عايز يكلم يوزر هنا مش هندفع ولا مليم، ندفع فلوس امتى؟ لو اليوزر اللي موجود في الفرع بتاع زجازيك عايز يكلم اليوزر اللي موجود في الفرع بتاع المعادي. ليه؟ لان ساعتها الداتا بتاعتي او الفويس للدقه بيمشي على خطوط بنسميها البي اس تي ان بابليك سويتشنج تليفون نتورك، تيليكوم ايجيبت من الاخر خطوط التليفون. ساعتها تيليكوم ايجيبت قاعده لي في النص كده تاخد مني فلوس تمام. طب ثانيه واحده، مش كده كده الفرع بتاع المعادي عندنا راوتر والراوتر رابطني بالانترنت تمام، والفرع بتاع زجزج عندنا راوتر والراوتر مطلعني على الانترنت. طب ما انا استخدم دلوقتي الانترنت عشان انقل عليه الداتا وكمان الفويس. الداتا وايه يا شباب؟ الفويس تمام. زي مين؟ اديكم اكزامبل، لو انا دلوقتي مسكت الموبايل بتاعي، انا كونكتد دلوقتي واي فاي، لو انا مسكت الموبايل وكلمت اي حد فيكم سكايب هدفع مليم طالما الطرف التاني هو كمان كونكتد واي فاي تمام. لو كلمته فايبر، لو كلمته ماسنجر مش هدفع مليم. فانا دلوقتي ببعت الفويس اوفر انترنت، والتكنولوجي دي هي اللي احنا بنسميها فويس اوفر اي بي. سيسكو عندها تليفونات هاردوير بقى تمام، لان في سوفت فون زي الفايبر والكلام ده والسكايب والكلام ده، وفي تليفونات تانية بنسميها هارد فون. الهارد فون تليفون طالع منه الكابل داخل على السويتش، التليفون كونكتد بالانترنت مش تليفونات عاديه، بنسميها اي بي فون، بسميها ايه؟ اي بي فون. التليفون اساسا كونكتد على الانترنت، برفع السماعه اتكلم مكالمه دوليه ما بدفعش ولا مليم تمام. في اجيال كمان من التليفونات بتكلم وكمان فيها فيديو كونفرنس صغير كده شاشه نشوف بعض عن طريقها تمام. لو انت انترستد دلوقتي ان انت تدخل في مجال الفويس بتاخد السي اس ان ايه بتاعتنا الاول، بعد كده سي اس ان ايه في مجال فويس، سي سي ان بي في مجال فويس، سي سي اي في مجال فويس تمام. من حوالي 5 سنين في الرينج ده تقريبا كده سيسكو عملت هرم كمان اسمه فيديو. ايه الفيديو ده بقى؟ تسمع عن تكنولوجي اسمها فيديو كونفرنس؟ ايه الفيديو كونفرنس؟
احنا دلوقتي شغالين في شركه ضخمه شويه مالتي ناشونال، تمام، فيها فروع بقى في مصر، في امريكا، في اليابان، في اوروبا. المفروض ان الرؤساء بتوع الشركات دي، الفروع دي يعني، مره مثلا كل سنه هنتجمع في مثلا في مكان في وسط اوروبا وكده ولا حاجه، مكان في نص العالم، عشان نناقش احوال الشركه مره سوري كل شهر، تمام، نعمل ميتنج، بنخسر بنكسب. طيب مصاريف اقامه قد ايه، مصاريف ترانسبورتيشن قد ايه، تمام. طب ما انا اصرف على الشبكه بتاعتي شويه واطبق التكنولوجي بتاعت الفيديو كونفرنس. بمعنى ايه؟ على سبيل المثال سيسكو كده عندها شاشات بنسميها سيسكو تيليبريسنس، عندها شاشات اسمها ايه يا شباب؟ سيسكو تيليبريسنس، تمام. لو جينا نشوف السيسكو تيليبريسنس دي شكلها عامل ازاي، دي مثلا اشهر صورة للموضوع دايما بنشرح عليها. اول انطباع ليكم ايه؟ قاعدين مع بعض بالظبط، ان الناس دي في نفس الفيزيكال لوكيشن، رغم ان احنا لو ركزنا شوية هنلاقي ان كل واحد من الشاشات اللي ورا دي في دولة اصلا مختلفة اساسا، تمام، لكن اللي ظهر قدامي ان هم في نفس الفيزيكال لوكيشن. يبقى انا دلوقتي اطبق، اصرف شوية على الشبكة بتاعتي واطبق التكنولوجي بتاعت الفيديو كونفرنس، صرفت شوية بس على المدى البعيد وفرت على نفسي جامد، تمام. الفيديو كونفرنس او السيسكو تيلي بريسنس دي كان هو هرم واحد بس، سي سي ان ايه فيديو، ما كانش حتى بص يعني كومبليكيتد، ده حاجه سيمبل قوي. فسيسكو قالت ايه، بدل ما نعمل سي سي ان ايه فيديو وسي سي ان ايه فويس، طب ما احنا ندمج الاثنين في هرم واحد ونسميه كولابوريشن، ونسميه يا شباب كولابوريشن. يبقى الكولابوريشن ده عباره عن ايه، فويس وفيديو الاثنين مع بعض، تمام. ده في مجال الكولابوريشن وفي مجال السايبر سيكيورتي. ندخل بقى في مجال الداتا سنتر. داتا سنتر يعني ايه؟ مش احنا من شويه في اول اليوم اتكلمنا عن تكنولوجي كلاودنج؟ يعني ايه كلاودنج؟ الداتا موجوده في داتا سنتر، الداتا او السيرفرات هتبقى موجوده فين؟ في داتا سنتر. يعني ايه داتا سنتر؟ تعالوا كده نشوف شكل داتا سنتر مثلا، شكلها كده عامل ازاي. واو، ان شاء الله في يوم من الايام تشتغل في اماكن زي دي، تمام. طبعا مش شرط يكون بالحجم ده، ممكن تكون داتا سنتر بحجم صغير. ده بقى الداتا سنتر بقى اللي هي بتاع اماكن زي فيسبوك وزي جوجل زي امازون، الاماكن دي اللي بتخدم على عملاء على مستوى العالم، تمام. هنا بقى في الداتا سنتر دي، في السيرفرات دي، في الهاردات دي بيتحط الداتا بتاعت الكاستمرز، تمام. خد بالك انت لما بتتعلم اصلا الكلاودنج بتتعلم من ناحيه الكاستمر ازاي تستخدم تكنولوجي كلاودنج عشان الداتا ترفعها بره. لما انت بتتعلم الداتا سنتر فانت بتقوم السيرفرات اللي بتقوم عليها تكنولوجي كلاودنج اللي الكاستمرز هيستفيدوا بيها، تمام. وطبعا اي داتا سنتر في الدنيا بتبقى متقسمه لكذا تيم، في تيم مسؤول عن السيرفرات، تيم مسؤول عن سيرفرات مايكروسوفت، تيم مسؤول عن سيرفرات لينكس دي اللي كنت بقول لك عليها في اول اليوم يا جاسر، تمام. تيم تاني مسؤول مثلا عن النتورك زي الراوترز والسويتشز يتربطوا يقوموا لي الليله دي، واضحه. فبتحدد ساعتها انت هتقرر تشتغل في انهي تيم، واضحه. لو انت انترستد ان انت تدرس مجال الداتا سنتر بتاخد الاول سي سي ان اي داتا سنتر، سي سي ان بي داتا سنتر، سي سي اي اي في مجال الداتا سنتر، تمام. لو انت انترستد تدخل بعد كده في مجال الديزاين، ديزاين يعني ايه؟ ازاي ان انت تصمم الشبكه بتاعتك، تمام. بمعنى الراوترز تتحط فين؟ السويتشز تتحط فين؟ السيرفرات فين؟ مش بس كده، كورس الديزاين تحس كده ان هو اكتر منه اساسا بيزنس، اكتر منه شبكات. بمعنى انا دلوقتي هنا شغاله في سمول بيزنس، ما اروحش اشتري سويتش نيكسس ده موديل كده هنتكلم عنه قدام باذن الله، قد كده مثلا من الارض وفي اعلى سعره ممكن يعدي المليون دولار، عشان انا في الاخر سمول بيزنس اعمل بيه ايه؟
ما اكونش انا شغاله مثلا في فودافون واروح مثلا اشتري سويتش زي موديل اسمه 2960 ده اللي مطلوب مننا في الكورس اللي بندرسه باذن الله، لو جبته لكم دلوقتي من المكتب قد كده بالظبط اعمل بيه ايه فودافون؟ صح. فعلى حسب البيزنس اللي انت شغال فيه بتشتري الاجهزه الصح. ده في مجال مين؟ يبقى بتتعلم بتاخد الاول سي سي دي اي سيسكو سيرتيفايد ديزاين اسوشيت، سيسكو سيرتيفايد ديزاين بروفيشنال، سي سي دي اي ديزاين اكسبرت. وعشان كده قلت لكم النهارده في اول اليوم سي سي اي حاجه واضحت؟ تمام. لو دخلنا بقى في مجال الاندستريال، ايه حوار الاندستريال؟ دلوقتي لو انا عايز اشتغل في شركه عاديه، هي الشركه العاديه عندكم فيها ايه؟ ممكن مثلا احتاج سويتشز لكن مش هحتاج راوترز. الراوترز شركات السيرفيس بروفايدر اللي هي تي اي داتا ولينك والكلام ده هي اللي بتظبطها وخلاص، لكن انا اللي بيطلب مني جزئيه السويتشز، فانا هحتاج الكورس بتاعنا ان انا اتعلم فيه السويتشز، وهحتاج ادرس كولابوريشن عشان في جزئيه فويس اوفر اي بي، وهحتاج ادرس جزئيه كلاودنج او كورس كلاودنج عشان في جزئيه داتا انا بحتاج ان انا ارفعها واتعامل معاها ككلاود، وهحتاج ديزاين، وهحتاج واي فاي، يا نهار ابيض، وهحتاج سكيورتي. ايه وجع القلب ده؟ عشان في النهايه اشتغل في شركه عاديه صح؟ عشان كده سيسكو قامت عامله لي كورس اسمه اندستريال، حاطه كده من كل فيلم اغنيه اللي هو يفيدك في النهايه لو انت هتشتغل في شركه عاديه. في الشركه العاديه هتحتاج جزئيه واي فاي هتعلمها لك، هتحتاج جزئيه وايرلس هتعلمها لك، سكيورتي هتعلمها لك، هتحتاج جزئيه فويس هتعلمها لك. وبالمناسبه اي كورس من دول لو ضغطت عليه هيدخلك ايه هي الحاجات اللي انت هتدرسها فيه. تمام. ده في مجال الاندستريال، حتى الكورس ده ظهر بقاله في حدود 3 4 سنين في الرينج ده. تمام. سكيورتي خلاص. سيرفيس بروفايدر، ايه حوار بقى السيرفيس بروفايدر؟ انت ممكن تشتغل في شركه من شركات بنسميها اي اس بي، انترنت سيرفيس بروفايدر. ايه الانترنت سيرفيس بروفايدر ده بقى؟ قال لك دي شركه بتقدم لي خدمه الانترنت. شركه بتقدم لي ايه يا شباب؟ الخدمه بتاعت الانترنت، تي اي داتا لينك الكلام ده. انت ساعتها بتهتم جدا جدا مش بجزئيه السويتشنج، بتهتم قوي قوي في الكورس بتاعنا بجزئيه الراوتنج والوان تكنولوجي. الوان يعني ازاي الدنيا بتتربط ببعضها. تمام. بتدرس فيها سي سي ان اي سيرفيس بروفايدر، بيركز قوي قوي في التراك ده على الراوتنج مش السويتشنج. بعد كده بتدرس سي سي ان بي سيرفيس بروفايدر، بعد كده سي سي اي في مجال السيرفيس. في اي مشكله في الكلام ده؟ احنا كنا قلنا الهرم بتاع سيسكو متكون من كام ليفل؟ 5 صح؟ في ليفل تحت خالص كده اسمه انتري ليفل، نتكلم عنه الاول. انتري ليفل، ايه حوار الانتري ليفل ده بقى؟ دلوقتي مثلا في الكورس بتاعنا مثلا هنتعلم راوتنج كتير قوي، سويتشنج كتير، وين بالمناسبه الكورس بتاعنا 4 سمستر. السمستر الاولاني انترودكشن عن الشبكات، وفي اخره هنبدا نتعلم شويه كده على الراوترز ازاي اتعامل معاه، بس مش كشغل شبكات، افهمه الاول. السمستر الثاني راوتنج، السمستر الثالث سويتشنج، السمستر الرابع وين تكنولوجي، ازاي الانترنت متربط ببعضه. تمام. كميه معلومات هتاخدها في الكورس زي ما قلت لكم، رغم ان احنا اسوشيت، بس كميه معلومات هتاخدها في الكورس كتير قوي. طب ما انت اصلا مش انترستد ان انت تدرس الهيصه دي كلها، انت عايز بس الحاجات اللي تنفعك عشان تدخل بعد كده في تراك السكيورتي، تدخل في مجال ايه يا شباب؟ السكيورتي. تمام. فسيسكو قالت خلاص اوكي هعمل لك كورس اسمه سي سنت، هعمل لك كورس اسمه ايه؟ سي سنت. السي سنت ده نص السي سي ان اي، يعني هتدرس نص راوتنج نص سويتشنج، يعني مش بدرس حاجات لا لا لا، انت بتدرس نص الحاجات في الكورس بتاعنا اللي هي بتاهلك بعد كده ان انت تدرس سكيورتي. اصل انا قلت لك قبل كده ما ينفعش ان انت تقوم سكيورتي على ديفايس انت مش فاهم تتعامل معاه، فبيعلمك ازاي تتعامل معاه وبعد كده تقوم عليه السكيورتي، يعني من الاخر نص الكورس بتاعنا. تمام. يبقى بتدرس هنا كتاب كده تبع سيسكو اسمه او منهج اسمه اي سي ان دي 1، بتمتحن عليه امتحان اسمه سي سنت، بتمتحن عليه امتحان اسمه ايه يا شباب؟ سي سنت. تمام.
طب انت رجعت في كلامك بعد ما درست اي سي ان تي 1 وقلت انا عايزه اكمل سي سي ان اي، هتدرس الكتاب اللي بعديه اي سي ان دي 2 اللي فيه هتكمل بقيه الراوتنج، هتكمل بقيه السويتشنج، هتكمل بقيه الوين، وتروح تمتحن عليه امتحان كمان، ده عليه امتحان دولي برقم وده عليه امتحان دولي برقم تاني. تجميع الاثنين مع بعض كانك اخذت سي سي ان اي. تمام؟ لا احنا مش هنعمل كده في الكورس بتاعنا بصراحه، احنا هنمسك الراوتنج نخلص منه، نمسك السويتشنج نخلص منه، نمسك الوين نخلص منه، وتروحوا في النهايه تمتحن عليه امتحان دولي واحد بس رقمه 200 125. ايه الامتحان ده؟ قال لك ان اي امتحان دولي في الدنيا بيبقى ليه رقم. ليه؟ انا دلوقتي عايزه امتحن سي سي ان اي، ما كان في منهج قبل ده كان 200 120، وكان في قبليه 640 802، وكان في قبليه 640 800 بس. طب انت دلوقتي رحت المكان تقول لهم عايزه امتحن سي سي ان اي، انهي سي سي ان اي وانهي تراك، سي سي اي سكيورتي ولا بويس ولا ايه؟ طمنا عن اللخبطه. اي امتحان دولي في الدنيا بيبقى له ايه؟ رقم. وانت رايح تمتحن تعرفهم ان انت عايز تمتحن الامتحان اللي رقمه كذا. واضحه؟ ده بالنسبه لمين؟ لرقم الامتحان الدولي. وايه هو الحوار بتاع اي سي ان دي 1 واي سي ان دي 2؟ ده الليفل بتاع الانتري. في مجال الاركتكتشر بقى، ده في مجال الديزاين بس. لو انت اخذت السي سي دي اي وامتحان على فكره تقيل، تمام؟ بعد كده ممكن بعديها تروح تمتحن امتحان سي سي اركتكتشر، سيسكو سيرتيفايد اركتكتشر. ده امتحان ديزاين صرف. وعشان تاخده لازم الاول تكون اخذت السي سي دي اي. تمام؟ في اي مشاكل كده؟ الكورس بتاعنا بقى اتفقنا تاني؟ لا ده بس. الكورس بتاعنا زي ما اتفقنا 4 سمستر، تمام؟ في طريقتين عشان بناخد بيهم الكورس، طريقه بنسميها اندستريال وطريقه اكاديمي. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الاندستريال ان انت بتيجي دلوقتي بتاخد الكورس معايا وبعد كده بتروح تمتحن الامتحان الدولي على حسابك، انا ماليش دعوه بيك. تمام؟ سعر الامتحان الدولي دلوقتي 320 دولار. تمام؟ الطريقه الثانيه اكاديمي. في الاكاديمي انا بعمل لك اكونت على الموقع بتاع سيسكو، تمام؟ وبمتحنك 4 امتحانات على 4 سمستر. لو نجحت فوق ال 75% والمفروض محدش بينزل، المفروض يعني، تمام؟ لو نجحت فوق ال 75% بتاخد ديسكاونت على الدولي، يعني بتمتحن ب 124 دولار. يعني تقريبا توفير اكتر من 4000 جنيه. انتوا اقل بيهم. تمام؟ من غير الفاوتشر معرفش كده الرقم 18 بقى ولا معرفش بكام، اعتقد 6400 حاجه في الرينج. في اي اسئله في الجزء ده؟ أطيو الدراسة هي هي، لو تقصد ككريكلم كمنهج تعليمي هو هو، حتى الناس اللي بتختار كده واللي بيختاروا كده بيفضلوا في نفس الجروب. تمام؟ في ناس تقولي لا اعملي لي اكونت، مش اوكي نعمل لك اكونت وتمتحن وتاخد الفاوتشر اللي هي الكوست بيزيد 400. 400 ماشي. تمام؟ ال 320 دولار في ناس تقول لك ايه لا انا عايز اخد الكورس بس، اوكي براحتك. تمام؟ في ناس بتبقى حاطه في دماغها ان هي مش انترستد ان هي تمتحن الدولي. هي الهدف عندها ايه؟ الكرك اللي بالمنهج بس مش اكتر. تمام؟ اي اسئله في الجزء ده؟ تمام. الشهاده الدوليه بقى بتاعتي السي سي ان بتبقى اكسبايرد بعد 3 سنين. يعني بعد 3 سنين لو انت ما امتحنتش اي امتحان دولي تاني، سي سي ان سكيورتي، سي سي ان بي، طبعا امتحان السي سي ان بي على حسب التراك. سي سي ان بي راوتنج اسويتشنج 3 امتحانات دوليه، سي سي ان بي سكيورتي 4 امتحانات دوليه، فعلى حسب التراك. تمام؟ اسنده باي كورس تاني. كل مثلا امتحان دولي بتاخده، مثلا اخدت السي سي ان اي قدامك 3 سنين، قبل ال3 سنين ما يخلصوا بيوم واحد بس. لو انت امتحنت مثلا سي سي ان بي راوت يرمي لك 3 سنين كمان. تمام؟ هنت كمان، مش شرط ان انت تبقى يعني، انا الشهادات بتاعتي كلها في سيسكو اكسبايرد بالمناسبه. معنى كده ان انا ماليش لازمه؟ لا عادي. شغال اهو زي الفل. لان بعد كده اللي هيسندك الاكسبيرينس بتاعتك مش الشهادات. الشهادات دي انا افضلها وانتوا لسه في البدايه، لان انت لسه محتاج حاجه تسندك في السي في، لكن بعد كده زي ما قلت لكم في السي في مش اللي هيسندك خالص الشهادات، مين اللي هيسندك؟ الاكسبيرينس. افكر امتحن امتى؟ لو انا فعلا بقى محتاج الشهاده الدوليه، محتاجه مثلا ادخل بارتنر ريليشن شيب ما بيني وما بين سيسكو، ساعتها اه مفيش مشكله اروح امتحن سي سي اي ويكي، مفيش مشكله عندي.
بس ساعتها هستفيد، مش هقعد ادفع فلوس امتحانات دوليه امتحانات امتحانات واعمل بيهم ايه؟ ده خد انا معايا 12 اعمل بيهم ايه تاني؟ تمام. وقت ما احتاج وعارفه ان في مردود هيدخل للشركه مفيش مشكله ان انا امتحن. فناس تقول لي طب وانا الشهاده بتاعتي لو بقت اكسباير، ما تبقى اكسباير عادي، مش انت حطيت رجلك في شغل واشتغلت خلاص اوكي تمام.